جمالكم مرة تانية، وهنتكلم في الفقرة دي عن مشاكل البشرة المختلفة وازاي نتعامل معاها وازاي نعالجها. وضيفنا في الفقرة دي هو دكتور منير ويليام لبيب، كبير جراح للتجميل واستشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور متهيألي عشان نتعامل مع بشرتنا وبشكل صح لازم نعرف نوع بشرتنا، دي أول حاجة المفروض نعملها. فحضرتك بقى قول لنا النهاردة إيه هي أنواع البشرة؟ والحقيقه في البدايه احنا بنتكلم عن الجلد. الجلد ده يعتبر اكبر جزء في جسم الانسان. يعني وزن الجلد في الشخص البالغ حوالي من 4 ل 6 كيلو جرام، وسمك الجلد من 4 ل 6 ملي، والمساحه بتاعه الجلد حوالي من 1.8 ل 2 متر مربع. عشان كده احنا بنتكلم عن جزء مهم جدا في جسم الانسان. لو اتكلمنا على البشره فاحنا بنقسم البشره الى 6 انواع. النوع الاول البشره الدهنيه. البشره الدهنيه تتميز بان المسام بتاعتها بتكون واسعه الى حد معين، وتكون في طبقه دهنيه موجوده اليها، وفي وقت معين بنلاقي ان سمك هذه البشره الى حد ما اكثر سمكا. النوع الثاني من البشره هي البشره الجافه. البشره الجافه هي عكس البشره الدهنيه تماما. وبنلاقي ان يتميز هذا الانسان بانواع كثيره جدا من الامراض ممكن تؤدي الى زي اكزيما الجفاف. ايضا البشره الجافه ممكن نبص نلاقيها تعجز بسرعه وتظهر فيها الدكاييت بسرعه وهكذا. النوع الثالث من البشرات هي البشره المركبه، ان احنا نلاقي مقدمه الراس زائد الانف بتكون دهنيه، والخدين بيبقوا بشره جافه، ودي بتبقى البشره المركبه بتجمع المزايا والعيوب بتاعه البشرتين. النوع الرابع من البشره هي البشره الصبوحه، هي اجمل بشره، اللي هي تلاقي البشره دي مهما تكبر في السن تحس انها لسه صغيره ولسه شباب، ودايما تتميز بعوامل وراثيه معينه، وبيكون معامله الجلد فيها ليه احتياطات معينه. البشره الخامسه هي البشره الحساسه. انسان يقول لك انا باكل اكل معين، او انا بحط مكياج معين، او بيحصل حاجات معينه بلاقي فقع تظهر في الجلد وهكذا، بيبقى في اتساع معين في الاوعيه الدمويه، في نزيف تحت الجلد وهكذا، دي البشره الحساسه. النوع الاخير واصعبهم جدا واسوأهم جدا هي البشره اللي هو النوع الثالث، هي البشره الملطخه، اللي هي تلاقي فيها حويصلات وحبوب وحفر وتجاعيد وحاجات زي كده. طيب دكتور هنكمل كلامنا، بس هناخد مدام دينا. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بحييك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي سؤالك. بحيي اسره البرنامج والدكتور، وربنا يجازيكم كل خير يا رب. بشكرك يا مدام زينة، بشكرك. اتفضلي، عايزه تسالي في ايه؟ والله بسال الدكتور ان الوجه لما يجي فيه كلف، احنا بنسميه كلف العامة، بيبقى فيه الخدين، بما يعني يشوه منظر البشره وما بيروحش، يعني حتى لو اتحط علاجات او كريمات ما بيروحش. فمش عارفه ده نتعامل معاه ازاي، هل بيبقى حاجه داخليه داخل الجسم هي اللي بتؤدي الى هذا الكلف، ولا حاجه مثلا من اشعه الشمس احنا مش عارفين، فعاوزين يعني حضرتك ترشدنا للطريق الصح بالنسبه للمشكله دي. طب مدام دينا، هو الكلف ده موجود في خدك بس ولا في بقيه وشك وايديك؟ لا، هو والله الواحده صديقتي في الخدين في الناحيتين، ويمكن بيزيد اكتر مع درجات الحراره العاليه، واذا تعرضت لاشعه الشمس اكتر فبيزيد، وبصراحه يعني بيبقى بيشوه منظر الوجه عموما، مش هو ده لون جلدها الطبيعي. مدام دينا بشكرك. اشكرك جدا. في سؤال تاني؟ لا يا حبيبتي، اشكرك جدا. والحقيقه عشان نتكلم عن الكلف، احنا كنا هنقسم الجلد الى درجات وانواع معينه، لكن بتظهر بقع كامله. لو كانت في بشره بيضاء اللون درجه 1 و2 بنلاقي البقعه دي بنسميها نمل، واذا كانت في البشره 3 و4 زي نحن البشره القمحيه بنسميها كلف. كلف عباره عن ايه؟ بقع. ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالتغيرات الهرمونيه. ابص الاقيها بتظهر مثلا مع الحمل، هي بتظهر كمان بتظهر مع السن، يعني انا بشوف برضو الستات الكبار بيظهر لهم في ايديهم كمان. تمام، ما انا بقول كده، بتظهر مع الحمل، تظهر مع تقدم السن، تظهر مع التعرض الشديد لدرجات الحراره، تظهر مع استخدام انواع معينه من الاضاءه من المكياجات والكلام ده كله. هذه البقع الحقيقه مشكلتها انها بتتزايد، يعني بتبدا عند سن معين وكل مالها بتزيد، ودايما بتاخد الجانبين بتوع الخدين وتدخل عن انف، وتبقى زي عامله زي جناحين الفراشه. الحقيقه الموضوع كبير واتعمل عليه دراسات كثيره جدا، هي المساله تتعلق بالعلاج. العلاج بيبقى فيه طور في الاول وقائي، ان احنا اساسا بنتعامل مع البشره حسب نوع البشره بطرق وقائيه معينه، وفي دور تاني اللي هو الدور العلاجي. الدور العلاجي بيبدا من تركيبات معينه بتوقف
هذه البقع الداكنه اللي موجوده في الجسم، بتمر ايضا بطريقه معينه من انواع التاثير الكيميائي، وبتمر ايضا الليزر بيلعب دور في بعض الحالات، وفي بعض الحالات بيبقى التدخل الجراحي عن طريق انواع معينه من السمسره بالنسبه لجراحه التنميل موجود. هو الموضوع صعب، وكل بشره من زي الثانيه، وكل علاج بيفرق تماما عن العلاج الثاني. فعشان كده بقول لها ان هي لو دخلت في خط غلط الموضوع ممكن بيزيد، الموضوع يطول معاها ويزيد كمان، وتبقى البقع بدل ما هي بسيطه تبتدي تبقى مزمنه وليها مشكله كبيره. فعشان كده التشخيص في البدايه مهم جدا، والعلاج في البدايه الخطوه الاولى في العلاج هي اللي بتقدر تدي الاستمراريه لنجاح هذه الحاله. تمام يا دكتور. هناخد تليفون تاني. مها، الو. صباح الخير يا مها. صباح النور. نهلة. ايوه. ازيك يا نهلة؟ اهلا بيكي. ايه الاخبار؟ البرنامج بتاعكم جميل قوي قوي. ربنا يخليكي. متفكرين؟ اتفضلي اسالي. لو سمحتي يا دكتور، انا بسال بخصوص والدتي على التجاعيد اللي حوالين العين. هل تستعمل الكريمات اللي فيها ريتينول وهيدروليك اسيد، ولا اللي فيها فيتامين اي وايه افضل؟ وتستعمل على طول ولا لفتره معينه؟ ممثل حضرتك. بشكرك يا مدام نهلة. يعني ايه سهلة؟ واحنا دلوقتي دخلنا في حاجه كبيره قوي اللي هي تجاعيد الوجه. تجاعيد الوجه اللي هي عباره عن علامات الزمن بتظهر ليه؟ بتظهر عن طريق مثلا اللي بيسبب ظهورها ان بنلاقي مقدره الخلايا على الانقسام بتقل، بيحصل ترسيب للدهون على جدار الاوعيه الدمويه، بيحصل النهايات العصبيه بتاعت الحراره والبروده كلها بتبتدي تضعف، يبتدي الجلد يعاني من مشاكل. بنلاقي التجاعيد بتظهر سواء كانت اسفل العينين او على جانبي العين او 111 بين جانبي الحاجبين، او حتى سقوط في الخدود اللي موجود الخدي الفمي، او حتى بنلاقي في تجاعيد تبتدي تظهر في الرئه. اللي صعبان عليا ان الاخت اللي بتسال بتقول ماما تستعمل فيتامين اي ولا تستخدم ايزوروسينويد ولا تستخدم، هي بقت دكتوره يعني بتستخدم الموضوع. لا الموضوع مش بالسهوله. مامتها جدا. لا الموضوع مش بالسهوله دي خالص. احنا ضد هذا الكلام على الاطلاق. بس هي واضح ان هي راحت لدكتور، يعني بما ان هي بتقول اسامي ادويه، واضح ان هي راحت لحد وصف لها الادويه دي. بس احنا مش مع استخدام كل هذا الكلام اللي هي قالته. هو البدايه هو الطريق يعني الوقائي. كل اللي هي قالته دي ادويه ما بتعالجش التجاعيد؟ ممكن تزيد منها. ممكن تزيد؟ منها. فهي المساله مش انا سمعت دواء، وانا الحقيقه سعيد ان مثلا البرنامج احنا بنتكلم. هو الدواء ده ينفع مع صاحبتي هينفع معايا؟ حد قال كده؟ نوع بشرتك انت ايه ونوع بشره صاحبتك انت ايه؟ كنت لسه هسال حضرتك كمان، حضرتك سؤال مهم جدا، وهو نوع البشره يعني هو اللي بيحدد التجاعيد دي هتظهر امتى؟ يعني مثلا في بشره التجاعيد فيها تظهر سن بدري جدا، وفي نوع بشره ثانيه التجاعيد لا تظهر متاخره، هل الكلام ده حقيقي؟ هو انا سعيد جدا بهذا السؤال، لان هو ده الاساسي في هذه الحلقه الحقيقه. احنا بنقسم البشره الى 6 انواع. حسب تحمل البشره دي لحروق الشمس، وحسب ظهور البقع في هذه البشره. النوع الاول بنسميه البشره حساسه جدا، اللي فيه لو البشره تعرضت للشمس اي فتره بيحصل فيها حروق شديده جدا، ولكن في نفس الوقت اللون الجلد ما بيغمقش. والمثال لكده لدرجه واحد هو البشره ذوي الشعر الاحمر. والدرجة الاثنين او النوع الثاني من البشرة اللي فيه لو تعرض للشمس فترة اطول شوية. دكتور اللي شعرهم احمر دول بيبقوا بشرتهم فاتحة قوي صح؟ بالظبط، وده اسوأ انواع البشرة، وده اكثر انواع البشرة حساسية. وهذا النوع اذا ساب فترة في الشمس بتحصل فيه حروق شديدة جدا، لكن دون ان يغمق لون الجلد. النوع الثاني من البشرة حساس، وده لو تعرض للشمس فترة بيبتدي يظهر حروق، ويبتدي الجلد يبقع بعد فترة طويلة. والمثال ده اللي ذوي البشره الشقراء والعيون الزرقاء. واحد واثنين مش عندنا، 3 و4 عندنا في الشرق الاوسط. درجه 3 الجلد طبيعي، لو اتعرض للشمس فتره اطول شويه يبتدي يظهر حروق، واطول شويه يبتدي اللون يغمق. والمثال كده ذوي البشره البيضاء والعيون العسليه. درجه 4 برضه يعتبر طبيعي، والمثال ليه البشره القمحيه. نمره 5 يعتبر غير حساس اللي هي البشره السمراء، ونمره 6 يعتبر غير حساس اللي هي البشره الزنجيه. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ لان ممكن يكون شخص درجه واحد او البشره النوع الواحد ظهور التجاعيد عنده والعلاج بتاعه يفرق عن بشره درجه 4 البشره القمحيه اللي التجاعيد فيها ليها مواصفات معينه وطريق العلاج بتاعها ليه طريق معين. لكن بصفه عامه احنا بنقول يا استاذه ان الطريق الوقائي طريق مهم جدا، بدايه من التغذيه اللي بناكلها. يعني لازم يكون الطبق، يعني الام في البيت مع اولادها في طبيعتها طبق سلطه، تهتم بطبق السلطه اللي فيه الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين الف المكون الاساسي للبشره. وكل زي دكتور الجزر مثلا. بالظبط، كل ما كانت الخضروات اكثر احمرارا واكثر اضطرارا واكثر اخضرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين اعلى، كل ما كان فيتامين الف اعلى. ايضا طبق الفاكهه
اللي فيه فيتامين دي اللي بيغذي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الجلد. وطبعا جميع انواع الفاكهه احنا موافقين عليها ما لم يكن فيه تحفظ على بعض الانواع بالنسبه للمواد السكريه الموجوده فيها. يبقى اذا الطريق الاول طريق وقائي. الطريق الثاني طريق علاجي. الطريق العلاجي بيجي اساسا بطرق كثيره جدا. قد تكون انواع معينه من الحقن، وقد يكون الحقن ده عن طريق حاجات معينه او عن طريق الدهون. قد يكون انواع معينه من الليزر، ليزر الاربيه ممكن يشتغل بحاجه زي كده، ونوع ثاني معين من الليزر اللي هو كربون الاي بي ال الوميض الضوئي ممكن يشتغل بحاجات زي كده. وقد يكون عن طريق شد الجفون، هنا جراح التجميل يقدر يشتغل ويقدر يتكلم. وقد يكون عن طريق الكريمات الموضعيه اللي تعمل كومفلاج معين وتقدر تعدي الموضوع. ولكن يعني الحلول متعدده يا دكتور، متعدده ويفرق حسب نوع البشره بالظبط. طب دكتور بس عشان نرد على نهله اللي اتكلمت، توقف كل استعمالات الكريمات اللي هي بتحطها وتستشير اقرب طبيب، لان احنا ما نقدرش نقول موافقين وبعدين تظهر النتيجه تجاعيد اكتر او تتكون بعد الحروق او تتكون بعد البقع، يبقى احنا جينا نعالج عملنا مشكله اكبر. طب دكتور احنا بقى بدانا الصيف وحراره الشمس الحقيقه فظيعه جدا، عايزين نعرف ايه الاضرار اللي ممكن تتسبب فيها اشعه الشمس على البشره. هو الحقيقه الشمس انا بنقسمها الى ثلاث درجات للشمس. الشمس بينقسم الضوء الشمس اذا ثلاث حتت. الجزء الاولاني الضوء المرئي اللي انا بشوفه، وده بالنسبه لنا مش ضار. الضوء المرئي ده ممكن يجي على الجلد يتعامل مع الطبقه الدهنيه يعمل فيتامين د اللي بيتكون على نضاره العظام وهكذا. يعني خلينا نقول يا دكتور ان الشمس كمان ليها فوائد. ليها فوائد، انا بتكلم عن الفوائد قبل ما ادخل في الاضرار. الحاجه الثانيه ان ممكن الشمس تستخدم في العلاج في بعض الامراض زي الصدفيه وزي البهاق وحاجات زي كده. لكن اللي بيضايقنا مش الشمس، ما هو بعد الشمس. يا اما الاشعه تحت الحمراء يا الاشعه فوق البنفسجيه. الاشعه فوق البنفسجيه في منها الاشعه فوق البنفسجيه ا وب، ودي هي اكثر الاماكن ضرر لجسم الانسان. هذه الاشعه بتعمل ايه في الجلد؟ تعمل في الجلد اربع مشاكل، مشكلتين حادتين ومشكلتين مزمنتين. المشكله الحاده الاولانيه ان هي ممكن تعمل حروق، يبقى اشعه الشمس بالتعرض المباشر ممكن تعمل حروق في الجلد. المشكله الثانيه ممكن تعمل بقع، ان احنا لو سيبنا اشعه الشمس فتره طويله على الجلد تبتدي تظهر بقع زي ما الاخت كانت بتتكلم، كلف ونمش وحاجات زي كده ومشاكل كبيره. المشاكل المزمنه حاجه من حاجتين، يا اما تظهر تجاعيد الوجه، وعشان كده الناس اللي بتشتغل في الشمس فترات طويله تبتدي تظهر علامات الزمن عليهم بسرعه اكبر. يا اما حاجه ثانيه في بعض الاورام السرطانيه من كثره التعرض للشمس، وده بالذات موجود في قارات زي استراليا، بنلاقي ان عندهم ثقب الاوزون بيسمح بمرور نوع معين من الاشعه اللي ما بتمرش في الوقت الطبيعي، اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه اللي طول الموجه بتاعها جين. دي لو مشيت على البشره ممكن تؤثر في البشره وتدي نوع معين من انواع الاورام. يبقى احنا الشمس بالنسبه لنا شيء جميل. ولكن الاشعه اللي فوق بنفسجيه او الاشعه اللي تحت الحمراء هي اللي بتدينا الضرر اللي احنا بنخاف منه. طب دكتور بس اذنك تليفون. الو صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحت اسال الدكتور. طبعا اسالي. لو سمحت يا دكتور انا بسال بخصوص الشعر. انا كان يعني الهرمونات عندي كانت ارتفعت، اللي هو ال اس اس وال اف اس اتش. انا عندي 55 سنه، وبعدين حصل شعري ابتدى يخف، فرحت الدكتورين خاصين بالامراض الجلديه، احدهم كتب لي على علاج نازل جديد اللي هو لتساقط الشعر في فتره المينوبوزس مخصوص للفتره دي، ودكتور تاني كتب لي على علاج تاني اللي هو بيطول فتره الكولاجين بتاعه الشعر. فانا مش عارفه انهي فيهم اللي يناسب حالتي، وانا اساسا سقوط الشعر بسبب الهرمونات ووصولي للمرحله دي. فهل صح ان انا استعمل الدواء بتاع سقوط الشعر فتره المينوبوزس، ولا الدواء اللي هو بيحفز اللي هو قال لي عليه انستين استيميليتر؟ فعايزه اعرف من حضرتك انهي اللي افضل لحالتي. مدام حنان ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا، بشكرك. والحقيقه هي بتتكلم في سقوط الشعر، اللخبطه الهرمونات اللي بتتكلم عنها دي موجوده في نسبه عاليه جدا من السيدات. ما اقدرش اقول ان هو ده السبب الاساسي في السقوط اللي حصل بالنسبه للشعر. عاده بيكون العامل الوراثي هو عامل اساسي هنا. بالاضافه الى ان السيده دي لو كانت بتستعمل قبل كده مكوى بنسبه عاليه جدا، صبغات شعر بطريقه معينه، اوكسجين، امونيا، الحاجات دي كلها دي ممكن تكون ساعدت كتير على انها تظهر هذا الفضيان الموجود بالنسبه لفرد الراس. الحقيقه لازم الحاله تتنظر، والحاله تتنظر بطريقه معينه من الهرمونات. هي بتقول اده ادويه تزود مرحله معينه من مراحل الشعر. هي قالت كلمه الحقيقه احب المشاهد ان يعرفها، الشعر احنا دايما بنقسمه، ده كائن حي بينقسم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه مرحله البناء اللي هي الانجين، والمرحله الثانيه هي مرحله السقوط اللي هي الكاتاجين، والمرحله الثالثه اللي هي المرحله الانتقاليه اللي هي التيلوجين.
فعادة احنا لما بندي شعر حاجات تشتغل على الشعر بتشتغل على مرحلة البناء اللي هي مرحلة الانفي. هي بتقول ان الدكتور قال لها بيشتغل على مرحلة السيلجن. السيلجن دي مرحلة انتقالية بين شعرية وشعرية، ما تهمناش في هذه المرحلة، اللي يهمنا ان احنا ندي الادوية اللي بتشتغل على مرحلة البناء اللي هي الانفي. لكن بصفة عامة قد يكون هناك عامل وراثي، قد يكون هناك عوامل في ادويه معينه بتاخدها ممكن تؤدي الى سقوط الشعر. في ناس كتير قوي بتتناول ادويه كتير جدا، فعدنا نتكلم عن اسامي الادويه اللي ممكن هنلاقي اعداد غريبه. هنعمل حلقه على هذا الكلام عن الشعر، لانه مشكله الحقيقه بتهم ستات كتير وبتخوف ستات كتير. يعني بالظبط دلوقتي كمان بقت تخوف رجاله كتير، بيخافوا كمان ان هم يطلعوا. هي مشكله من المشاكل المزمنه اللي موجوده في الناس كلها رجاله او ستات. فعشان كده الحاله دي لابد من مناظرتها، ما اقدرش اقول ان الدواء الفلاني ينفع او الدواء الفلاني ما ينفعش. تمام. لان ممكن تنتهي بزرع شعر. تمام. طب دكتور هنرجع مره ثانيه للشمس، وهسال حضرتك عوازل الشمس نحطها طول الصيف، نحطها طول الوقت؟ انا سعيد بالسؤال ده الحقيقه، لان كلمه عوازل الشمس دي معناها ايه؟ معناها ان انا استخدم كريم معين لفتره معينه طول عمري. انا لو بطلت عازل الشمس، ودي نقطه مهمه جدا من خلال البرنامج بنقولها، الجسم بتاعي هيبقى وبالتالي وبعدين وبالتالي انا مش محتاج استخدم عوازل الشمس الا في ظروف معينه. دي نمره واحده. دكتور بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام يعني مهم جدا وخطير الحقيقه. لو بطلت عازل الشمس ممكن البشره تبقى تمام. وبعدين ده كلام احنا متفقين عليه تماما. الحاجه الثانيه الرقم اللي مكتوب في عازل الشمس، رقم 50 ورقم 100 والكلام ده كله. عايز اقول لسيادتك الرقم ده قيمته ايه؟ معنى الرقم ده لنفرض ان في عازل شمس مكتوب عليه رقم 5. الرقم ده يا دكتور احنا بنفهم بيه كستات ان ده درجه الحمايه، يعني 50 100 ده درجه الحمايه من اشعه الشمس. من اشعه الشمس. جميل. انا اقول لسيادتك بقى يعني 100 ده اعلى لو احنا عايزين. اولا 100 ده محرم دوليا دلوقتي، مفيش حاجه الاف دي ايه قالت اكثر حاجه 50. وامتى نستخدم 50؟ مفيش دكتور، مفيش صيدلي، مفيش دواء يجرؤ يبقى ده محرم. دكتور موجود، ده محرم دوليا يا استاذه، ده محرم دوليا. الاف دي ايه دي اعلى هيئه في العالم تهتم بصحه الانسان، قالت ان اعلى تركيز عازل شمس 50. وعشان كده هنا في تحايل يقول لك 50 بلس على اساس انه 100، لا ده كلام مش مظبوط. الحاجه الثانيه انا عايز بس ناخدها بالعقل، حاجه مكتوب عليها رقم 5 معناه ايه؟ معناه ان انا جلدي انا لو قعدت في الشمس مثلا، لو انا دكتور منير قعدت في الشمس ساعتين جلدي اتحرق. لو حطيت عازل مكتوب عليه رقم 5 يبقى انا نفسي لو قعدت في الشمس لمده 5 في 2 ب 10 ساعات جلدي هيتحرق. فلك ان تتخيل انا هحط عازل 100 معناها ان انا محتاج اقعد في الشمس 200 ساعه عشان جلدي يتحرق. ده كلام مش مظبوط. دكتور الموضوع ده مهم. بس في تليفون مدام حنان. ايوه ايوه. الو صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. ميرسي. عاوزه اسال الدكتور. طبعا اتفضلي. الله يخليكي. لو سمحت يا دكتور انا لو عاوزه اسالك على موضوع البوتوكس. البوتوكس ممكن يتعمل من كام سنه؟ يعني من الاربعين سنه ولا في الثلاثينات؟ ويعني وعاوزه اعرف مين الاحسن، يعني الفيلر ولا البوتوكس والفيلر ولا الدهون؟ ميرسي. اشكرك. هو الحقيقه حكايه البوتوكس يستخدم من امتى؟ من اي سن؟ يعني من اي سن دكتور؟ يعني ممكن نشوف بنات عندها تجاعيد عندهم 25 سنه يستخدموه ولا لا؟ المشكله البوتوكس عباره عن ايه؟ ده عباره عن عقارب. هذا الدواء معمول بالهندسه الوراثيه من نوع معين من السموم. هذا النوع معين من انواع معينه من البكتيريا، هذه البكتيريا سامه جدا. فبيتاخد السم وبيتعامل بمعامله معينه بالهندسه الوراثيه، مجرد ما بحقنه في مكان معين بيعمل حاجه، بيعمل شلل في العضله الموجوده. فلو كان انا عندي هنا تجاعيد موجوده او 111 موجوده او علامات موجوده في القوره، بتحقن هذا الدواء بطريقه معينه بوحدات معينه بحيث انه يؤدي الى شلل في هذه العضله، فتبتدي العضلات تختفي. بس خلي بالك ان لو الدكتور ما عندوش خبره او لو اتعمل في بيت السنتر زي ما بنشوفه دلوقتي للاسف، هذا اللي بيحصل بيجيب نتيجه عكسيه، بيبتدي بقى يحصل شلل في العضله. ابص الاقي الجسم قفل او الجسم ما فتحش وحاجات زي كده. البوتوكس بيستخدم اساسا في كل المنطقه من اول جانبي العين لغايه القوره. فما اقدرش اقول ان في كلام بينه. الفيلر حاجه ثانيه، الفيلر يبتدي يدخل في العلامات بتاعه الوجه، في العلامات بتاعه الفم، في علامات الشفه، في باقي تجاعيد الوجه. الفيلر يا دكتور ما بيستخدمش للملء صح؟ الفيلر يستخدم للملء، البوتوكس ما يستخدمش للملء. اه البوتوكس يستخدم للعلامات والاكسبريشن.
لكن البوتوكس ليه استخدامات تانية. لو يعني عيان بيعرق العلامات اللي ممكن تكون موجوده في الجبهه حوالين البق حوالين الفم، لا، لكن علامات الجبهه لغايه جانبي العين. البوتوكس يبدا من اول هذه الزاويه لكل هذه المنطقه، لا يوجد منطقه اخرى لاستخدام البوتوكس الا من رجلين الغراب الموجوده حوالين العين هنا الى مقدمه الراس الى ال111 الموجوده هنا. طب لكن البوتوكس ليه استخدام تاني، ان لو انسان عنده عرق كتير في ايديه او في رجليه بحقن بيه بوتوكس. وده الاثر بيجيب نتيجه هايله صح؟ انا عندي تحفظ على كلمة دنتيست، دي طريقة انا بعملها مكياج، يعني دي طريقة بدي علاج لمدة 3-4 شهور بس ترجع الحالة كما كانت. فلازم اللي قدامي يكون فاهم يعني ده مش علاج. مش علاج بس لمدة 6 شهور يكون فيها نتيجة. من لمدة 3 شهور ممكن يكون في نتيجة لو الدكتور بيشتغل كويس وبعد كده بيبتدي يحقن تاني. عكس الدهون بقى، الدهون ممكن تدي النتيجه تفضل طول العمر. الدهون الطبيعيه اللي بتتاخد من جسم الانسان وبيعاد حقنها في الوجه في اماكن محدده. يبقى من هنا هي بتسال ايه الفرق بين الفيلرز والبوتوكس والكلام ده كله، فرق كبير هناك، فرق كبير جدا. طب دكتور هو الحقيقه فعلا وقتنا خلص وكان عندنا اسئله كتير، بس خليني اخر سؤال اساله لك بما ان جبنا سيره البوتوكس. ستات كتير بيقولوا لا يعني مش هنقدر نحقن دلوقتي، يا لو حقنا من سن بدري جدا اللي هو مثلا 25 على سن ال 40 45 هيكون الموضوع باظ خالص، يعني لان الحقن وان الوش يرجع تاني زي ما هو بعدين نحقن الوش يرجع زي ما هو. انت تقصدي بكده حقن الفيلرز ولا حقن البوتوكس ولا حقن الدهون؟ البوتوكس. لا طبعا هو البوتوكس انا ما بنصحش اي حد يعمله الا اذا كان مثلا عندك مناسبه ممثله داخله مسلسل نقدر نقول كده الكلام ده كله، انما عشان اعمله على طول. لكن احنا قلنا في اول حلقه ممكن اي حد يعمله، فلا ما ينفعش بنت عندها 25 سنه تعمل بوتوكس. لا انصح ابدا ابدا لان طيب. ده غير مستحب على الاطلاق طبعا. دكتور معلش اخر تليفون بقى. هبه. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا هبه، ازيك؟ الحمد لله زي حضرتك. اتفضلي، عايز تسالي ايه؟ ايوه كنت عاوزه اسال الدكتور. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور انا كان جالي حبوب شباب في بشرتي، يعني كانت اول مره تجيلي. انا عمر كبير يعني عندي 27. هو كان جاي لي من سنه وكنت باخد علاجات وكده وبقى يروح ويجي، لكن اثره ما كانتش بتختفي تماما. ومؤخرا خدت له علاج كويس الحمد لله راح، لكن برضه الاثار لسه موجوده، حاجات حمراء كده خفيفه، نقط حمراء خفيفه قوي. ف وانا مش بحط له اي كريم ترطيب خالص، يعني امتنعت عن اني احط اي كريم ترطيب وبغسله بالغسول وكده لحد ما بشرتي يعني جابت جامد. فايه الحل؟ هل مش هقدر احط كريم ترطيب خالص ولا في دواء مثلا بيشيل الاثار فيه، ولا احط كريم ترطيب ومش مهم، ولا ايه الحل يعني؟ هبه ليكي سؤال تاني؟ لا مش كده. بشكرك يا هبه. هي بتتكلم عن اثار البقع الحمراء اللي موجوده بعد علاج حبوب الشباب. اذا كانت بقع لوحدها ففي بعض العلاجات الموضعيه ممكن تؤديها، وممكن بعض انواع معينه من الليزر ممكن يؤديها. لكن لو كانت هذه الاثار فيها حفر كمان موجوده معاها ففي انواع معينه برضو من الليزر ممكن تلعب عليها. الحقيقه انا مش معاها في عدم استخدام كريمات لطيفه او علاجات موضعيه، انا شايف ان الحاله سهله وممكن بمناظره الحاله ممكن تمشي كويس. يعني تستخدم كريم ملطف يا لا دكتور؟ لا لازم دكتور يبص عليها، ما هي اللخبطه اللي هي فيها ليها سنه يعني، وما صدقت ان هي تبقى كويسه. فيعني اتمنى ان هي تنظر عند دكتور، اعتقد ان العلاج هيبقى سهل ومن السهل السيطره عليه. دكتور منير بشكرك جدا نورتنا، وان شاء الله هنتكلم بقى في حلقه ثانيه عن الشعر لانه اكيد مشكله تهم الستات كتير. مشاهدينا فاصل وراجعين نكمل الحلقه.